إيش 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 إيه ده كله؟ إيه ده كله يا رجالة؟ كلهم فضلة خيرك يا معلمة. بتضايق يا ست الكل. لا ولايقة عليكم. كأنها معمولة علشانك يا حرب. ربنا يخليك يا رب. اتفضلي يا معلمة، اتفضلي. فاكر ادى زين أول مرة دخلنا فيها المسابق دي؟ ودي حاجة تتنسي يا عم حربي. ده احنا يا دوبك عدينا من جنبها وقافلنا لحد القطمة. ولما دخلناها زي الحرامية بالظبط عشان نسرق تريلا ونجيب حق المعلمة. فاكرة يا معلمة؟ ودي حاجة تتنسي؟ بس النهاردة داخلينها معلمين. واحلى تعظيم سلام ليكوا وانتوا داخلين، صح ولا لا؟ واقفه ليه يا معلمه؟ ما تيجي تتفضلي اقعدي، المكان ده كله بقى بتاعنا خلاص. اقعدي يا معلمه، نوري مكتبك. انا اقعد على المكتب ده؟ ايوه طبعا، احلى معلمه في مصر كلها. الله الله الله، ايه القبهه دي كلها؟ وبكره مين عالم احنا رايحين فين ان شاء الله. بعد اذنكم يا اساتذه. اتفضل. ابراهيم محمد خلف، المدير التنفيذي للمسبح. ودول إخوة رؤساء الأقسام، شؤون قانونية، شؤون فنية، شؤون هندسية، إلخ إلخ إلخ. أهلاً أستاذ إبراهيم. أهلاً وسهلاً، إحنا جايين نهني ونبارك ونتعهد أمام الله إن إحنا نحط إيدينا في إيديكم عشان المسبك يحقق أعلى إيرادات من الأرباح. متشكرين يا أستاذ إبراهيم، وهو ده يعني العشم برضه. ربنا يخليك. في حاجة يا أستاذ إبراهيم؟ بصراحة يا فندم، في بعض المشاكل الصغيرة كنا عايزين نعرضها على سيادتكم. خير يا استاذ ابراهيم؟ الوضع المالي يا فندم للمسبك لا نحسد عليه، رشوان بيه قبل ما يمشي سحب من خزنه مبالغ ماليه كبيره جدا. وده اثر على السيوله الماليه لصرف المرتبات للعمال والموظفين الشهر ده. والموردين رافضين يوردوا لنا الخامات. والانتاج دلوقتي شبه واقف. وناس كتير من العملاء بيهددوا بفسح عقودهم معانا. ده غير فوائد البنوك المتاخره والتامينات الاجتماعيه ما اتدفعتش. والعمال متضايقه وبيطالبوا بزياده الاجور. من الاخر يا اساتذه، الموقف المالي للمسبك لا نحسد عليه، ولما كنتوش هتاخدوا قرارات حازمه المسبك هيضيع مننا. نسيت اعرفكم بالمعلمه انشراح. معلمه انشراح هي المديره التنفيذيه الجديده ورئيسه مجلس اداره المسابق كلها. وهي ان شاء الله اللي هتقعد معاكم بقى وتدرس كل الكلام اللي بتقولوا عليه ده، وبعد كده تعرضوا علينا في مجلس الاداره، ساعتها نبقى ناخد بقى القرارات اللازمه. طيب بالاذن احنا بقى علمه، احنا معتمدين على ربنا وعليك. ها شد حيلك، يلا بينا زين. يلا عم حربي، يلا يلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. استعنا على الشعب الله. هاي يا اساتذه، ايه مشاكلنا بقى؟ مشكله تلو المشكله. الحكايه كده باين عليها منيله بستين نيله. الوحده اللي كنا فاكرينها هتزهزه معانا هتلاقيها خربانه والسوس معشش جواها. انشراح بقى تتصرف. انشراح دي هتعمل ايه ولا ايه في البلاوي دي كلها؟ بقول لك ايه؟ انشراح دي تفوت في الحديد، يعني لو هي ما عرفتش تتصرف والله ما حد عارف يعمل اي حاجه. يا عم اطلع على عدلي يا عم، مش هو ده اللي وكسنا الوكسه السودا دي؟ على رايك. عدلي بيه في الوقت ده بيكون في المحكمه، وللاسف الشديد ما بيجيش الا بعد الظهر. فحضراتكم لو عايزين تسيبوا اي خبر او اي حاجه اقولها له انا مستعد. لا لا متشكرين. هنعمل ايه دلوقتي؟ روح العنطر. ايش 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 ايه الحلاوه دي؟ ايه انتوا استلمتوا المسابك؟ اه سكناها واستلمناها. طب يا سيدي مبروك يا اخوي. مبروك على ايه؟ يا المسابك دي اتقال عليها مبروك، دي اتقال لك يعوض عليكم ربنا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ المسابك دي كنز منجم ذهب. شوف يا عنتر بيه، انا لو حد غيرك قال لي الكلمتين دول كنت قلت له في وشه انه كذاب، لكن انت ما اقدرش اقول لك الكلمتين دول لانك صاحب فضل علينا وجدع معانا، لكن تقول لي بقى كنز ذهب ومش كنز ذهب، هو ده كلام ما يخشش العقل. ايه اللي انت بتقوله ده؟ فهمني ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المسابك دي طلعت خربانه، ما فيهاش مليم واحد يوحد ربنا، وعليها ديون متلتله ومشاكلها ياما، بقى هي دي المكافأة الكبيرة اللي الباشا الكبير بيكافئنا بيها؟ حربي
الكلام اللي بيقوله زين ده مظبوط؟ امال احنا لا مؤاخذه يعني جايين نسير معاك عن تربيه؟ ولو كلامنا ده مضايقك في حاجه ولا وجودنا مزعلك احنا ممكن نمشي من سكات. طب اقعدوا اهدوا اهدوا فهموني ايه اللي حصل بالظبط. اقعدوا. انت متاكد من الكلام ده يا كيمو؟ عيب يا باشا، ده انا شايفهم بعناية اللي هياكلهم الدود دول وهم داخلين المنطقه بعربيه اخر ربها، عدوا على المعلمه انشراح في البيت خدوها وقاموا خالعين. تعرفش جابوا الفلوس دي منين؟ معرفش يا باشا، سبحان العاطي الوهاب بلا حساب. سيبك من الكلام ده يا كيمو وقول لي الحكايه. اقول لسعادتك، اصل الواد حربي اليومين دول لايف على المعلمه انشراح، وما ادراك ما المعلمه انشراح، زكيبه فلوس متنقله. بعد الواد حربي ده واد مش سهل، وبرضه الستات في السن ده بيبقى سن حرج، فالواد حربي تلاقيه عمل لها غسيل مخ، فخلاها تجيب له العربيه تعيشه العيشه الفخفخينه اللي هو عايشها دي. وعدنا يا رب. الصحفية اللي اسمها أماني جت المنطقة تاني؟ لا يا باشا ما جاتش، من آخر مرة قطعت رجلها من الحتة. ما تعرفش إذا كانت تقابل هي وحربي ولا لأ؟ لا يا باشا دي صعبة أوي أعرفها، خصوصا إن المعلم حربي اليومين دول عامل زي فرقع لوز، طالع داخل في المنطقة بقاله كتير أوي. تعرفش بيروح فين؟ بيقابل مين؟ لا يا باشا ما أعرفش، بس أكيد سعادتك تعرف. مش أنتوا الحكومة يا باشا؟ ده أنتوا تعرفوا كل حاجة، ولا أنا غلطان؟ اتكل على الله دلوقتي ووليني بالاخبار اول باول. تأمرنا يا باشا، تأمرني، ما انا قلت لك انا خدامك. يلا. يبقى رشوان خربها قبل ما يغور. واحنا بقى اللي هنشربها مش كده؟ انا سابق قلت له. المسابق دي منجب ذهب، بس اللي يعرف يديرها زين. ما العزام هيموت عليها ليه؟ طب والعمل ايه دلوقتي في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ خصوصا ان عادل بقى قال لنا واحنا بنمضي العقد اننا لازم نورط حصه الباشا كل اول شهر، والا نهايتنا تبقى سودة. والايرادات دي هجيبها منين اذا كانت المسابك متنيله ب60 نيله مش شغاله وحالها واقف؟ انا ممكن اساعدكم في الحكايه دي. ساعدنا ازاي؟ هبعت لكم وفيدو كام راجل كده يدور لكم مسابك لحد ما توقف على رجليه. قلت لي واضح ان مش عزام بس هو اللي كان طمعان في المسابك يا صاحبي. لا لا يا زين، اوعاك تفكر في كده، اوعاك تفتكر ان انا بستكتر اللي في يدكم. ربنا يبارك لكم فيه، انا عندي كتير والحمد لله، عندي كتير يكفيني وزياده. امال ايه لازمته طب الكلام اللي انت قلته ده؟ انا غرض اسعدكم، مش عايزين بلاش، المسابك عندكم شغلوها زي ما انتم عايزين، بس اوعاكم عينيكم تتحط على اللي في يد غيركم، غيركم اللي بيحبكم ويقف جنبكم. ها ده مش كلام عنتر بيه اللي احنا نعرفه، ده ده كلام عزام اللي بيكرهنا وعايز يكرهك فينا ويستعديك علينا. انا سبق وقلت لكم الشغلانه دي خطره، الغلطه فيها بفوره، عشان كده لازم نحط يدنا في يد بعضينا، لكن لو وقفنا لبعضينا هنروحوا في 60 داهيه. وادوكوا شفتوا اللي حصل لرشوان. احنا عمرنا ما نقف ضدك عن تربيه، ومسير الايام تثبت لك ان احنا رجاله قوي وجدعان قوي قوي ومش قدلات الاصل، وعمرنا ما نعض الايد اللي اتمدت لنا. ويا ريت تعاملوا عزام بنفس الطريقة. ليه؟ عشان هيبقى فيه شغل بيناتكم كتير، مفهوم؟ والله بقى يا نحلة أنا تقرصيني ولا عايز منك عسل. لو عزام ده يسيبنا في حالنا محدش فينا هيهوب ناحيته، ولا عايزين منه لا خير ولا شر. بس عليا النعمة لو خان ولا غدر ساعتها بقى يبقى البادي أظلم، والعين بالعين والسن بالسن، ويا روح ما بعدك روح. اتفضل يا فندم. رؤوف، حربي ابو العينين المهدي عايزك من بكره تحطه تحت المراقبه. ليه يا فندم؟ حصل منه حاجه جديده؟ جات لي اخباريه انه جاب عربيه جديده ومقضيها بالطول والعرض ومعاه فلوس كتير، وانا عايز اعرف جاب الفلوس دي منين. مش عيب يا فندم الواحد يكسب ومعاه فلوس كتير، الا لو كانت بطريق غير مشروع. هو حضرتك شاكك فيه في حاجه جديده؟ شاكك انه بيعمل حاجه غلط ولازم اعرفها. تحت امرك يا فندم. انا عايزك انت بنفسك تتولى الماموريه دي، ومن بكره تديني تقرير يومي عنه، مفهوم؟ اللي تقول عليه يا فندم. صباح الخير يا رشا. في حاجه؟ الجماعه في تركيا بعتوا لك الايميل. وريني كده. اتفضل. اطلبي لي عدل على التليفون. الو، اي عدل بيه؟ الباشا عايز حضرتك ثانية واحدة.
اتفضل. هيا عدلي، الجماعة بتوع تركيا بعتوا رسالة بيقولوا إن الشحنة هتوصل بكرة المينا في اسكندرية. أنا عايزك تتصل بعنتر وعزام وحربي وزين، لازم تقابلهم الليلة دي ضروري، تقعد معاهم وتنسقوا كل حاجة، مش عايز أي غلطة تحصل. فهمهم إنهم لازم يجهزوا للعملية دي كويس قوي. أنا عايز العملية تتم بشكل بسيط وسلس من غير أي مشاكل، مفهوم يا عدلي؟ يلا. هو حربي وزين هما اللي هيسلموا الشحنة المرة دي ويوصلوها المخازن عنتر يا باشا؟ أيوة، حربي وزين هيستلموا الشحنة وهم اللي هيوصلوها، وده هيبقى امتحان حقيقي ليهم ولكفائتهم. وعلى ضوء امتحان ده يا رشا أمور كتير قوي هتتحدد. رشا. أيوة باشا. اطلبي لي مكتب عزيز بيه، شوفيه هو فين دلوقتي وبلغيهم لأن لازم أقابله ضروري النهاردة. أظن دلوقتي يا رجالة اتكلمنا في كل المشاكل وإزاي نعرف نحلها. إن شاء الله تتحل يا فندم. اتفضلوا بقى على مكاتبكوا عشان ما تعطلوش نفسكم. السلام عليكم. مع السلامة. عملت إيه يا معلمة؟ خير بت؟ وعدلتها. عدلتها إزاي؟ دلوقتي المشكلة بتاعتنا ايه؟ ان مفيش ايرادات من العملاء عشان مفيش انتاج، ومفيش انتاج عشان مفيش مواد خام بتخش هنا المسبك. ليه بقى؟ لان كل تجار الخردة اللي في السوق رافضين يجيبوا حتة حديد قد كده للمسبك عشان الاسعار اللي حاططها رشوان الزفت اللي مش عاجبه ولا تاجر طبعا. انا اتصلت ببركة قلت له يلم كل الحديد الطفش اللي عندي في الساحة وفي المخازن ويجيبوا لي على هنا، ويكلم كل مستودعات الخردة اللي في البلد يقول لهم المعلمة انشراح عايزة بكرة يبقى عندها حديد، يتصرفوا ويجيبوا لي كل الحديد اللي عندهم. كده هيبقى عندنا مواد خام، هيبقى عندنا انتاج، هيبقى عندنا ايرادات، ونقبض الناس وتبقشش معاه. واحنا هنجيب فلوس الخردة دي منين؟ اعتبرها اتدفعت خلاص. مين دفعت؟ ما تبطل غباوة بقى يا واد يا زيد. بس ده كتير قوي يا معلمة بصراحة. مفيش حاجة تكتر عليك يا حرب انت وزين. وبعدين هو انتوا مش قلتولي ان احنا كلنا كده هنبقى واحد ومفيش فرق بينا؟ اعتبره دين يا سيدي. اول ما المكان يشد حيله سدد لي اول باول وبالتقسيط كمان. شو قلتلك؟ تفوت في الحديد. ربنا يخليكي لينا يا معلمة يا رب.